ولتعليقي على الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور فالح الخطاب. أهلا ومرحبا بك دكتور. مرحبا بك. كما وينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية الدكتور عبد الوهاب القصاب. دكتور فالح، نبدأ معك. هل ترى أن هناك جدية وجدوى في العقوبات الأمريكية أو في عقوبات الخزانة الأمريكية على عدد من زعماء الميليشيات والساسة في العراق التي وصفوهم فيها أنهم فاسدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يجب أن نحدد أولا طبيعة هذه العقوبات، وهي معروفة طبعا حسب قانون ماجنسي، لكن يجب أن نحدد أيضا كلمة قادة ميليشيات كلمة كبيرة جدا، يعني أنا أعتقد أنها لا تنطبق على الواقع الحالي لهذه العقوبات. هذه العقوبات شملت كما نعلم اثنين من السنة، اللي هو العقوب وأحمد جبوري، وشملت واحد من الشبك، وشملت قدو نعم، وشملت الكلداني. الحقيقة أنه هذه موجهة بشكل خاص كما يبدو إلى السنة تحديدا، إلى هم سنة إيران، سنة العملية السياسية اللي كانوا قبل بعضهم يطلق عليهم سنة المالكي، الآن سنة إيران، وهؤلاء الآن مرصودين من قبل الولايات المتحدة وهي تخاطبهم. وإذا وحضرتك تطرقت في التقرير اللي ألقيته إلى تقرير مركز واشنطن، العجيب أنه يحذر في الوجبة القادمة خميس الخنجر ومنصور المرعيد ومحافظ صلاح الدين، وإلى إضافة إلى قادة الشرطة. هذا طبعا كله يؤكد على أنه العملية مستهدف فيها السنة، سنة العملية السياسية. طبعا هذا لا ينفي أن يكون هناك موجات قادمة مثلا تشمل قادة ميليشيات، لكن الولايات المتحدة الآن تحاول مخاطبة سنة العملية السياسية الذين كانت تأمل أن يكونوا حلفاء لها، وهم بالفعل كانوا، بعضهم كانوا حلفاء، لكنهم مع زيادة النفوذ الإيراني في العراق انحدروا تدريجيا إلى مصانعة إيران، سواء خوفا منها أو تأمين مصالحهم الضيقة، أو بعضهم يعتقد خطأ أنه يحقق مصالح للسنة في العراق. طيب دكتور عبد الوهاب، مرحبا بكم. الدكتور فالح الخطاب يقول بأنه وزارة الخزانة الأمريكية استهدفت سنة العملية السياسية، هكذا وصفهم. ما الضير في ذلك إذا كان الاستهداف هم للفاسدين بشكل عام؟ تحياتي لك ولأخي وصديقي وعزيزي ضيفك الكريم. هو بالتأكيد يعني اللافت للنظر أن هنالك على الأقل نصف الأربعة من السنة من محافظتي صلاح الدين ونينوى الموصل، اللتين يعني استبيحتا من ناحية القتل والتدمير والفساد بنفس الوقت. العنصرين الآخرين هما شبكي شيعي، والشبك نصفهم شيعة ونصفهم سنة، والآخر كلداني متلون إيراني في واقع الحال. الصحيح ما قاله الزميل العزيز أن هؤلاء هم يدعون سنة إيران، وهنالك العديد جدا من المتورطين في العملية السياسية الحالية من أهل المحافظات الغربية والشمالية الغربية من السنة، إذا أردنا أن نحدد، ممن تورطوا وانحدروا في المستنقع الإيراني بعد أن وظفوا أنفسهم خداما لمشروع المالكي في وقتها. وبدأت هذه حقيقة، هذه الحركة واضحة جدا بعد تدخل المالكي العنيف لفض الاعتصامات المعروفة في المحافظات والشمالية الغربية. الهدف واضح، الهدف أن هؤلاء ينبغي أن يعاقبوا، لأن الرأي العام في المناطق ضج بأن هؤلاء يسرقون كل شيء، يعني يسرقون ما يخصص لهم لإعادة توطينهم، لإعادة إسكانهم، لإعمار مدنهم، كلها تذهب إلى الجيوب. وقد كان مشهد هذا المدعو أبو مازن واضحا في يوم انتخابات المجلس الوطني، عندما كان يدفع يقول صوت وأرينا تصويتك وأنا سأدفع لك هكذا بدون حياء يعني. فأعتقد أن يعني هذه الخطوة مهمة، لكن علينا أن نثير
علامة استفهام كبرى أن الفاسدين الحقيقيين هم ليسوا هؤلاء فاسدون. نعم. طيب الدكتور عبد الوهاب يقول أنها خطوة مهمة. نعم كانت لتكون خطوة مهمة لو كانت تضرب جميع الفاسدين في العراق، خصوصا زعماء الأحزاب الكبيرة في العراق معروف فسادهم في العراق والولايات المتحدة تعرف ذلك. إذا لماذا خصصت 4 أشخاص في هذه الوجبة وتركت البقية؟ يعني إحنا بداية نقول أنها لم تترك، ولكن الآن المعركة في العراق على العراق بين إيران والولايات المتحدة من يهيمن على العراق. هناك معركة تكلمنا سابقا في مناسبات أخرى أن هناك معركة حامية الوطيس الآن، وإن كانت تتخذ أشكال أخرى، مضيق هرمز ولا مش عارف يعني ستار، لكن الحقيقة هي المعركة على العراق. المشكلة الآن في العراق بالنسبة للولايات المتحدة أن المياه قد تسربت من تحت أرجلها وسيطرت إيران فعليا على الواقع في العراق، وهذا الآن طبعا الولايات المتحدة شبه يائسة، لا أقول يائسة ولكن شبه يائسة من كثير من شيعة إيران، لأنهم حتى كانوا بعض الشيعة طبعا في بداية الاحتلال كانوا مع الولايات المتحدة ويخدموها، باستثناء قلة قليلة معينة كانت تمارس التقية السياسية بهدف الوصول إلى مراحل معينة. الآن انقلب الوضع، إيران الآن تسيطر تهيمن على العراق، والخطر الآن بالنسبة لأمريكا تريد أن تكسب السنة على الأقل، السنة تحاول تكسبهم. ولذلك كما قلت قبل قليل أنه تقرير واشنطن العجيب يتكلم يحذر الخطوة القادمة سيكون خميس الخنجر ومنصور المرعيد وشخصيات أخرى، لكن هذا لا يعني أن أمريكا سوف لن تعاقب، لكن هي تعتقد جيدا أنه الحيتان الكبيرة التي نتكلم عنها سواء بالفساد أو الميليشيات هذه موالية لإيران قلبا وقالبا. هي الآن تحاول أن تدغدغ مشاعر السنة، طبعا سنة العملية السياسية سنة إيران، على الأقل تحاول إيقاف تدحرجهم المريع باتجاه إيران، لأنهم حقيقة ذهبوا بعيدا. وتحاول الولايات المتحدة الآن أن تتك على بعض قواعد سنية في العراق غير الأكراد طبعا، وهذه المحاولة التي تحاولها. دكتور عبد الوهاب، هنا لا نريد أن نسبق الأحداث، ولكن من الناحية الاستشرافية ما الإجراءات التي تتخذ من قبل الإدارة الأمريكية بعد صدور مثل هذه العقوبات تجاه الصادر بحقهم؟ واضح يعني هنالك سياق تتبعه، يعني بعد إصدار وزارة الخارجية لهذا الأمر يعني تتضافر جهود وزارة الخزانة ووزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي وكل الوكالات والجهات الحكومية الأخرى لوضع هؤلاء على قائمة سوداء، لن يسمح لهم بدخول الولايات المتحدة، تجمد أصولهم الموجودة على أراضي الولايات المتحدة، وعندما تعمم الولايات المتحدة هذا الأمر قد تجمد أصولهم في أماكن أخرى، لن يتم الاتصال مع يقاطعون تماما. وهذه هي إجراءات يمكن فيما إذا وضعناها على مسطرة واحدة مقارنة بالإجراءات التي تقوم بها إيران في العراق، هذه إجراءات يعني بإمكاننا نقول بيروقراطية أكثر مما هي إجراءات إلزامية سريعة، لكن خذ أن هنالك ممولون معروفون لفلان وفلان وفلان من هؤلاء الفاسدين، عندما ستصدر قرارات الخزانة الأمريكية بوضعهم على قائمة السوداء الممولون سيرعون وسيقطعون تمويلكم. هذه هي أيضا نقطة مهمة ينبغي علينا أن نأخذها بالنظر الاعتبار، أن ممولي فلان الفلاني مثلا عندما سيوضع على القائمة السوداء سيتوقفون رغما عنهم عن تمويل هؤلاء. دكتور فالح، هل يمكن القول أن هذه العقوبات هي الرد على ما قالته إيران في فترة انتخابات أو اختيار الرئاسات الثلاث في العراق عندما اختير محمد الحلبوسي وعادل عبد المهدي وبرهم صالح بأنهم سجلوا 3 أهداف ضد الولايات المتحدة؟ يعني هل بدأ الشوط الثاني في اللعبة بالعراق؟ يعني لا يمكن الجزم في بنهاية المسارات في العراق. الوضع الآن كله يعني كما ترى، يعني عاد عبد المهدي لا يمكن أن نقول أنه شخص موثوق جدا بالنسبة لإيران، لكن أيضا ليس موثوق بالنسبة للولايات المتحدة. الحلبوسي نفس الشيء، يعني الوضع مختلف، يعني الوضع فيه سيولة في العراق، لكن إيران فعليا واقعيا
تحقق مكاسب على الأرض. الولايات المتحدة عندها هذا النفوذ الذي تستطيع أن نقول عندها قواعد عسكرية مثلا في أماكن معينة، عندها العقوبات هذه اللي تضعها، لكن الشوط أمام الولايات المتحدة طويل جدا حتى تلحق بإيران صاحبة أطول حدود مع العراق مفتوحة، وصاحبة تأسيس واقتصاد وميليشيات وأشياء كثيرة. فإحنا يعني صحيح، لكن في نهاية المطاف نقول لم تنتهي المباراة. الشوط الثاني صحيح موجود، ولكن لا يمكن الحكم على ولاءات الأشخاص الآن في العراق. كلهم الآن يحاولون مصانعة إيران، مسايرة إيران، لكن بعضهم ربما يتمنى أن يكون عميل الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الحقائق على الأرض هي التي تقرر من الطرف هو الأقوى. طيب دكتور عبد الوهاب، إذا ما تحدثنا عن توقيت العقوبات الأمريكية على زعماء الميليشيات قبل عدة أسابيع وأيضا الفاسدين الحكوميين، هل يمكن ربطها بالأزمة بين طهران وواشنطن؟ يعني هو السيناريو مفتوح، ان هنالك اساسا هنالك لعبه اخذت مجالها، كان الذي دفع ثمنها هو الشعب العراقي لسوء الحظ. كانت هناك مراهنه الاجهزه الامريكيه عندما خططوا للغزو غير مشروع للعراق على ان حلفائهم الطبيعيين في العراق هم الاكراد والشيعة، ولذلك قسموا ظهر الكتلة العربية الكبرى التي تشكل حوالي 80-85% من سكان العراق، وقسموها إلى قسمين متحاربين. هذا عندما يعني قامت الولايات المتحدة بهذا، نسيت أو تناست أو تغاضت عن أن لإيران سيكون دور كبير في مستقبل العراق، وأن هنالك من قال من أحد المسؤولين الأمريكان قبل يومين أو ثلاثة في أحد المقابلات بأن الولايات المتحدة تعترف بالمصالح الإيرانية في العراق، أي أن هنالك اعتراف بأن لإيران دور في العراق. أنا في واحدة من أوراقي السابقة سبق وأن قلت بأن الساحة الأخيرة التي ستقاتل إيران عن مشروعها الإمبراطوري الذي يبدأ من حدود الصين إلى البحر المتوسط، الساحة الأخيرة هي العراق. يعني لا مانع، يعني لن تشعر إيران بالخسران إذا ما خسرت اليمن، إذا ما خسرت لبنان، إذا ما خسرت سوريا. خسارتها الحقيقية ستكون خسارتها للعراق. وهنا أنا أعتقد بأن السياسة الأمريكية الحالية التي تعتمد على الضغط بانتظار الفرج في لحظة من اللحظات، الضغط على إيران من أجل إحداث شيء من التغيير في السياسة الإيرانية وليس في نظام الحكم الإيراني، وهذه أيضا نقطة مهمة كثيرا ما أشار إليها الأمريكيين. ما يحصل الآن دكتور في العراق، هل يمكن ربطه أو إلغاء زيارة عادل عبد المهدي إلى واشنطن، هل يمكن ربطه بالأزمة الأمريكية الإيرانية وكذلك العقوبات الأمريكية الأخيرة؟ بالتأكيد القضايا كلها مترابطة، يعني نتحدث هنا عن شبكة أو تشابك كبير جدا. لا شك أن واشنطن غير راضية عن سلوكيات عبد المهدي باعتبار أنه إما شخصية ضعيفة أو متواطئة، وبالتالي هو يعني لا يمكن الوثوق به، ولكن هي ترسل رسائل إلى عبد المهدي وإلى الميليشيات الأخرى بأنه سلوككم هذا غير مقبول وبأنه أنتم تحت النظر. وطبعا سيف العقوبات وسيف التهديدات موجود، لكن هي يعني عض أصابع من يثبت إلى النهاية، هذا هو الموضوع المهم. نعم. طيب دكتور عبد الوهاب، قبل الختام مع جنابكم الكريم، زيارة عبد المهدي اليوم إلى طهران، كيف يمكن قراءتها في ظل هذه الأزمة التي نتحدث عنها؟ يعني لا شك بأن العراق، وأيضا سبق وأن أشير إليه كثيرا من قبل الآخرين، أن وضع العراق لا يحسد عليه حاليا، هو بين المطرقة والسندان، هذه حقيقة، هو بين مطرقة العقوبة الأمريكية من جهة وبين السندان الذي تشكله القاعدة المادية الإيرانية في العراق مبينة أو التي مرتكزاتها الأساسية الميليشيات من جهة والأحزاب السياسية الشيعية من جهة أخرى. وضع عادل عبد المهدي كرئيس وزراء، عليه أن يتصرف كرئيس وزراء دولة ذات سيادة وافتراضية طبيعية، وضع لا يحسد عليه. تلقى عندما زار وزير خارجية الأمريكي العراق بامبيو قبل فترة، يعني تقريبا وجه له ما يشبه الانذار بأن عليه أن يختار
بين إيران وبين الولايات المتحدة، بين تنفيذ العقوبات على إيران وبين الانصياع لرغبات إيران. من واشنطن زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية الدكتور عبد الوهاب القصاب، شكرا جزيلا لكم. دكتور فالح، أخيرا وليس آخرا، كيف ستؤثر زيارة عبد المهدي الأخيرة إلى طهران على مجمل الأوضاع في العراق، خصوصا إذا نظر إليها أنه رفض من واحدة ليرتمي في أحضان الأخرى؟ يعني هناك من يقول أن عادل عبد المهدي ذهب إلى طهران لكي يعود بكلام جديد عن الحشد الشعبي وإمكانية دمجه من عدم دمجه. هناك من يقول أيضا أن عبد المهدي ذهب لإجراء وساطة أو لحمل رسالة بريطانية إلى السلطات الإيرانية بموضوع السفينة المحتجزة. يعني كل هذه خلينا نقول، لكن واقع الحال يقول أنه هناك تنسيق عالي جدا بين عادل عبد المهدي يعني كرئيس حكومة وبين إيران، وأنه هذه يعني ربما هو ذهب ليشرح لهم حقيقة الوضع وحقيقة ما يجري في العراق، وهم يحاولون أن يفهموا حدود اللعبة التي بإمكانه أن يناور في داخلها. الكاتب والباحث السياسي الدكتور فالح الخطاب، كنت معنا في استوديو الرافدين، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك.